إلى متى وإلى أين اليمن يتجه؟ في اعتقادي بأن اليمن اليوم يمر بمرحلة خطيرة وهامة في تاريخه السياسي والاجتماعي، وإذا لم يكن هناك تفكير جدي وأساسي في أن يتم استدراك الموقف، فإن البلد سوف تذهب إلى حافة الانهيار. نعتقد بأننا في اليمن كنا قد قطعنا مشوار فيما يتعلق بالعملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة. نحن في اللقاء المشترك كنا ولا زلنا حريصين على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتزمنا بكل ما يمكن أن ما هو متطلب من قبلنا في سبيل تنفيذ الآلية التنفيذية. لكن للأسف الطرف الآخر لا زال يعتقد أنه بإمكانه أيضا بإمكانه إفشال المبادرة السياسية. هناك تظاهرة سياسية نعتبرها من أنبل الظواهر الثورية في العصر الحديث، مجموعة من الشباب الذين أتوا من محافظة تعز على أقدامهم في مسافة 256 كيلو متر على الأقدام إلى هنا، يعبروا عن رأيهم بديمقراطية عالية، ومع ذلك فإن بقايا النظام بلاطجته وأمنه المركزي الأمن المركزي وبقايا جيش العائلة الحرس الجمهوري حاولت الاعتداء على المتظاهرين. عدد القتلى الآن حتى الآن الشهداء 8 شهداء حتى الآن، الجرحى 30 جرحى بالرصاص، 56 بالضرب والإهراوات والغاز المسيل للدماء، وهناك أيضا مفقودين لا نعرف عددهم نظرا لضخم المسيرة وكثافتها. نعم، شكرا لك من اليمن. إذا الناطق